ولذلك نجد أكمل الناس خلقا من الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى قال الله له وإنك لعلى خلق عظيم. قال بعض العلم ما امتدح الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأعظم من هذا المدح، لما قال وإنك لعلى خلق عظيم، كأن الخلق منبر والرسول عليه الصلاة والسلام أعلاه. وهذا هو حق، هذا حقيقة الواقع عليه الصلاة والسلام. تجد في التواضع، في الكرم، في الشجاعة، في صلة الرحم، في معاشرة الزوجة أو الأزواج، في العفو، ما في باب من الأبواب اللي الرسول صلى الله عليه وسلم أتى أعلاه. ما في أحد أشجع منه ولا أكرم منه ولا أشد منه تواضعا ولا حياء ولا حفظا لللسان ولا حفظا لحقوق الآخرين. حتى مع الكفار عفوه عجيب، ما يقارب أحد فضلا أن يعني يساويه، فضلا عن أن يفوقه. هذا شيء من رب العالمين. حتى قبل النبوة، تصور قبل النبوة ما أخذ على شيء من سوء الخلق صلاة رب السلام عليه. فكان من آيات نبوته مكث 40 سنة قبل النبوة، ما لحظ عليه شيء في أخلاقه، لم يلاحظ عليه شيء في أخلاقه من السوء، بل كانت أخلاقه عالية، يكرم الضيف، يقلع الضيف، ويصل الرحم، ويعين على نوائب الحق، كما قالت خديجة رضي الله عنها: كلا لا يخزك، والله لا يخزك الله أبدا، فإنك تقلع الضيف وتصل الرحم وتحمل الكلب وتعين على نوائب الحق، يعني أنك تساعد الناس وتصل أرحامهم وتكرم، مع أنه قبل النبوة. فكيف وقد زينه الله بالإيمان والقرآن وجعله الله عز وجل أسوة حسنة يقتدى به؟ في أي جانب من الجوانب تقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم فأنت مصيب، إلا ما كان من خصائصه عليه الصلاة والسلام. حتى قالوا قوله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال: هل آية تدل على عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: كيف، وجه الدلالة. قال: لما جعل الله أسوة حسنة، لو كان يصيب ويخطئ كان الناس اقتدت بأخطائه، لكن كان حتما لابد أن يكون معصوما حتى يصلح للاقتداء في أي جانب من الجوانب. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نفسه قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. اللي يحسن خلقه يكون قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يكون فيه شبه من النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في التواضع، في الصبر، في العفو، في الكرم، في الشجاعة، ما يؤخذ عليه شيء عليه الصلاة والسلام. وذاك من الخطأ الكبير الفاحش أن يأتي إنسان إلى شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام ويتنزه عنه، يقول له عيب، عيب، عيب فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام حتى عيب ما يفعل، لا يفعل شيء عيبا، بل حتى كان يأتي الرجل كاذب ويسأله فيعطيه، ويعرف أنه كاذب، يعرف أنه كاذب يعطيه. قال: أن أبى الله إيش أنا أرد سائلا، هو بالذات ما يرد أحد، ها؟ ويعني أراد من الصحابة أن يقتل رجل فيه ما فيه من السوء ويستحق القتل. فقال: يعني يا رسول الله لولا غمزت لنا أو حركة. قال: ما كان لنبي أن يكون غمازا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ما هو أخلاق عليه الصلاة والسلام، لا يعيب أحدا ولا يقتل أحدا، أخلاق مهمة جدا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يدرك درجة الصائم القائم بحسن خلقه.